طيب، من ضمن الاخبار اللي بتتعلق بالنادي الاهلي، وانا عايز اتكلم على الجانب المجتمعي تحديدا وفيما يتعلق ب اعضاء النادي الاهلي واللجان المختلفه داخل القلعه الحمراء. فبالتالي الاعلاميه سهى ابراهيم، عضو اللجنه العليا للجان بالنادي الاهلي والمتحدث الاعلامي عن اللجنه، بتعلن عن تدشين العديد من الانشطه اونلاين. وفكر من الافكار المميزه، يعني ما فيش اعضاء في النادي، النادي مغلق، ما حدش بيروح خالص من الاعضاء، بس في نفس الوقت انا مش عايز ابعد خالص عن الاعضاء من خصوص التواصل ما بين النادي وما بينهم يعني. فكانت فكره مميزه جدا. انا عايز اقرب من المشهد ومن الصوره بشكل اكبر، واروح للاعلاميه استاذه سهى ابراهيم، عضو اللجنه العليا للجان بالنادي الاهلي والمتحدث الاعلامي عن اللجنه. يا استاذه سهى، مساء الخير عليك. يا مساء الفل والورد والياسمين يا امير. اهلا بيكي، منوران. اهلا بيك، ده نورك. ويعني بتمنى فعلا كل التوفيق لكل اللي عاملين في قناه الاهلي، طبعا كل المشاهدين الجمال اللي بيتابعونا، وطبعا كل الاعضاء، ويا رب دايما يعني يكونوا كده بيتابعوك وبيتابعوا قناه الاهلي وهم في كل صحه وعافيه. يا رب يا رب باذن الله. انا عايز اسال حضرتك بخصوص الافكار المختلفه المتنوعه اللي لجان النادي الاهلي بتفكر فيها بخصوص التواصل مع اعضاء النادي الاهلي. مش اكتفينا خالص بان النادي مغلق وان ما حدش بيتواصل او بيجي النادي وكلام من ده، لا، فكرنا بره الصندوق، وده اللي بيهمنا دايما، ان لازم النادي الاهلي يفكر بشكل مختلف بخصوص التواصل والتعامل مع اعضاء النادي الاهلي. كلمينا بتفاصيل كتيره يا استاذه سهى بخصوص الجانب ده، وازاي الفكره جت. تمام. بصي، هي الفكره جت ان احنا يعني سبحان الله قبل قرار غلق النادي، مش بس طبعا النادي، كل المنشات وكل الانديه الرياضيه في مصر زي ما احنا كلنا متابعين، احنا كلجنه عليا كنا متواجدين داخل النادي بنحاول نفكر حتى نتوقع لو في سيناريو أسوأ وحصل انه فعلا تم غلق للنادي، طبعا في ظل الازمه اللي كل العالم عانى منها، وكنا شايفين انه ده ممكن يكون مقرب علينا، وان احنا ممكن نكون لسه مقبلين على فكره حظر تجول او حظر تقييد حركه المواطنين زي ما احنا بنسمع، او انه يكون في غلق للنادي. وبالفعل ده حصل. يعني احنا يوم السبت اللي خد فيه مجلس اداره النادي او القرار كان بشكل عام بغلق النادي، احنا كنا متواجدين بنحاول نناقش الافكار دي. تمام. نرجع للاستاذه سهى ابراهيم، رجعت لنا على الهاتف وبنتكلم بخصوص الدور الخاص باللجان. يا استاذه سهى اتفضلي كملي معاكي. انا بعتذر طبعا على الخط اتقطع، انا اسفه. كنت بقول لك ان في طبعا مجموعه لجان، لا في لجنه مرأة وفي لجنه الطفل وفي لجنه الثقافيه طبعا، في لجنه الشباب وفي لجنه الرواد وفي مجموعه ثانيه حتى من اللجان، لكن يعني كنا لسه بنبدا في تفعيل انشطتها. فطبعا بحكم انه طبعا المراه هي نص الدنيا وكل الدنيا طبعا تحيز يعني، لكن الحقيقه لجنه المراه كانت سباقه انها اقترحت مجموعه من الانشطه المميزه جدا، انه ازاي فعلا نقدر نستفيد بالوقت اللي هو داخل البيوت فتره طويله والام موجوده مع اطفالها، ازاي تقدر ان هي طبعا بكمان انشطه لجنه الطفل، استغلال المواهب واكتشافها، كمان فكره الدور المجتمعي، ان انا ازاي مثلا ممكن انظم دولابي لو لقيت فيه اشياء ممكن تكون مش مصدر سعاده ليا وممكن بقالي كتير ما استخدمتهاش، تكون هي مصدر سعاده للاخرين واقدر ان انا افيد بيها المجتمع. مسابقات رسم، مسابقات يعني معالم مصر الجميله، قلنا برضو ان كل طفل يرسم حاجه حلوه هو شايفها في مصر ويبعتها من خلال الموقع الالكتروني الخاص بالنادي الاهلي طبعا، وكل المنظومه الخاصه بالسوشيال ميديا متفاعله معانا بشكل كبير. اللجنه الثقافيه، انا بس حابه اذكر يعني الاسماء عشان كل واحد يكون بمجهوده واضح للجميع. طبعا هي اللجنه العليا برئاسه المهندس وليد مبروك، يعني طبعاً عنده حماس كبير ودايما يعني متدفق كده في افكاره، شاطر، هو شاطر الايجابيه جدا يعني الحقيقه. لجنه المراه الاستاذه انهار انديل، طبعا هي يعني وكل عضوات لجنه المراه الجميلات المميزات، طاقه عمل لا تنتهي. لجنه الطفل الاستاذه نداء داوود، ودايما هي بتحاول ان احنا نطلع من اطفالنا ونستغل فتره الوجود في البيت باقصى استغلال. طبعا لما اقول لك انه اللجنه الثقافيه للفنان الكبير المخرج المسرحي الرائع خالد جلال، طبعا عامل برضو من خلال لجنته الثقافيه مسابقه للشعر، مسابقه للقصه، كل ده استاذه سهى بيبقى اونلاين. كل ده بيبقى اونلاين طبعا، كل ده اونلاين، كل ده اونلاين. هل في مثلا صفحه معينه بعد انتهاء
هل في صفحه معينه يعني بيتم التواصل من خلالها لو في قولي لنا مثلا الاسم بتاع موقع النادي الاهلي؟ موقع طبعا بقى الصفحات اللي موجوده على فيسبوك، على انستجرام، كويس، على كل مواقع التواصل الاجتماعي المختلفه. لجنه الشباب كمان استاذ حسام عوض برضو عاملين فكره انه الشباب ممكن قاعد فتره طويله في البيت يكون في امدادهم بكورسات لغات، تنميه بشريه، اثقال لمواهب، فرص عمل، كل ده من خلال الاونلاين برضو. بنخطط بقى ان شاء الله باذن الله، وانا يقيني بالله اكيد هنعدي الازمه ان شاء الله باذن الله. باذن الله يا امير، وان شاء الله زي ما هو شعار بقى اللجنه العليا وكل اللجان هنطلع من الازمه بمليون حاجه ليها لازمه طبعا. فان شاء الله هتعدي الازمه دي باذن الله. وان شاء الله بنخطط ان احنا يكون في حفله كبيره لكل الاعضاء، كل بقى اللي شارك واللي فاز في المسابقات المختلفه. ان شاء الله يكون في تكريم يليق باذن الله بكل الالتقاءات الكبيره اللي احنا شفناها في الفتره الاخيره. مهم جدا باذن الله تعالى. عايز اتكلم بالتحديد في شكل التنسيق ما بين اللجان داخل النادي الاهلي بيبقى ازاي يا استاذه سهى؟ هو طبعا في اللجنه العليا زي ما قلت لك برئاسه المهندس وليد مبروك، هو طبعا بيبقى في اتصال بكل اللجان المختلفه، طبعا كل ده اونلاين من خلال الجروبات المختلفه. اللجنه العليا طبعا بتحاول انها في الاخر بتوصل كل الافكار، بيبقى في مناقشه، بيبقى في ابروفل او في موافقه على فكره معينه، كويس كويس، بنبتدي نطرحها من خلال الاونلاين ومنصات التواصل المختلفه. بنحاول طبعا ان يكون في، طبعا انا كان ليا الشرف ان هم يعني ادوني مسؤوليه وشرف كبير جدا ان انا اكون يعني متحدث اعلامي باسمهم. عايزين نوصل لكل الناس انه فعلا النادي الاهلي كان رائد زي عادته دايما بفكره انه الناس لا تتواصل، احنا ما نكونش فريسه للملل والفراغ في فتره التوقف دي، لكن لا، في حاجات كتير جدا ممكن نعملها طبعا رياضيا، اكيد في متخصصين كتير جدا في الموضوع ده، لكن كمان اجتماعيا ده مهم جدا. كويس. وعلى فكره يا امير لسه عندنا كمان يعني لسه في حاجات كتير، بس انا مش هحرق المفاجآت كلها، لسه تمام، في حاجات ماشي حلوه كتير بنفكر فيها. واللي جاي احلى ان شاء الله باذن الله. يا استاذ سهى انا بشكرك شكرا جزيلا، مجهود عظيم جدا سواء من خلال حضرتك او من خلال اللجنه العليا للجان واللجان المختلفه داخل النادي الاهلي في كيفيه التواصل مع اعضاء النادي، وده امر غايه في الاهميه خصوصا في ظل الظروف الحاليه اللي بنمر بها.